هل في اي زيادات متوقعه قريب واحنا داخلين خلاص على فصل الصيف؟ احنا في 1/7 بتبقى الزياده طبقا للخطه اللي موجوده، ويمكن يعني مع الوزير بيبقى قبل 1/7، يعني السنه اللي فاتت كان في شهر 6 اعلن عن الزياده او الاسعار الجديده، ان شاء الله برضو قبل 1/7. السوقيه الاحتمال تتاجل شويه؟ لا، هي 3 سنوات المتبقيه، فبالتالي التحرك دوت لابد منه. اي نعم، احنا بنراعي رعايه كبيره جدا البعد الاجتماعي، ولكن يعني بحيث ان هو يبقى فيه دعم تبادلي ايضا داخل الشرائح الاستهلاك ما بين كثيف الاستهلاك وقليل الاستهلاك، علشان يبقى تدريجيا بنبعد او بنشيل الدعم من على كاهل الدوله عشان يوجه لمصادر اخرى او اماكن اخرى، وفي نفس الوقت بنحافظ برضو على البعد الاجتماعي داخل الشرائح اللي موجوده في استهلاك. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس ايمن حمزه، متحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا جزيلا يا فندم.